بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 39 بعد 132. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ، فأهلا ومرحبا الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. أبو محمد من الرياض يقول: شيخ، هل يجوز أن أدعو على من ظلمني لأنه ظلمني ظلما كبيرا جدا فقطع رزقي وأنا شاب أريد أن أتزوج وأن أسير على هذه الحياة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدعاء على الظالم جائز، ولكن العفو والمسامحة أفضل وأحسن لك، لأنك إذا دعوت عليه فقد استوفيت حقك منه. وأما قولك قطع رزقي، هذه عبارة غير صحيحة. الرزق الذي كتبه الله لن يقطعه أحد، ولو كان هذا رزقا لك لما قطع، فعليك أن تتوكل على الله عز وجل. نعم. وصلنا هذا الفاكس وهذه الرسالة من السائل عين عين سين، يقول: نرجو من فضيلة الشيخ حفظه الله الشيخ صالح توجيه كلمة لحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال سبحانه وتعالى: يسبح له فيها، يعني المساجد، الغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا، المؤمن لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال: أولئك هم الخاسرون. وإن أخذوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا فيه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، والدي لا يصلي ولا يصوم، وكثيرا ما يشرب الدخان، وكثير السب، ولسانه بذيء، وقد قام بظلم أمي فأنا لا أحبه وأكره هذه الأفعال، ماذا يجب علي نحو والدي؟ والدك ما دام لا يصلي ولا يصوم ليس بمسلم وكافر، والكافر لا يجوز لك أن توده ولو كان والده. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا يجوز لك أن تواده وهو تارك للصلاة وتارك للصيام وأركان الإسلام، هذا ليس بمسلم. وأمك المسلمة لا يجوز أن تبقى معه لأنه كافر، إلا إذا تاب إلى الله عز وجل ورجع إلى دينه فواصله. وأما ما دام أنه لم يتب وهو باق على ردته وكفره فيجب عليك أن تبغضه في الله عز وجل. لكن إذا احتاج إليك واحتاج إلى برك تبر به، لكن لا تحبه، تبر به للقرابة التي بينك وبينه. نعم. أحسن الله إليكم. شخص سافر إلى جدة بقصد زيارة الأقارب والتنزه وفي نيته العمرة، من أين يحرم إذا أراد التوجه إلى مكة؟ وإذا أحرم من جدة وقد أدى العمرة ماذا يلزمه؟ إذا كان مارا بالميقات يريد العمرة لا يجوز له أن يتجاوزه إلا بإحرام. فإن تجاوزه بدون إحرام ولم يرجع إليه ويحرم منه وجب عليه فدية، لأنه ترك واجبا من واجبات النسك وهو الإحرام من الميقات المعتبر له. نعم. هذه السائلة أم خالد تقول بأنها وهبت كل ما تملك لبناتها
من عقار، هل تقول إذا تصرفت بالإيجار دون علم البنات جائز؟ وهل إذا كتبت كل ما تملك من عقار للبنات هل وقف، هل يشاركهن العصبة؟ إذا كان لها أولاد غير البنات فإنه لا يجوز أن تخصص البنات بالعطية، قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادك، فلا يعطي بعضهم ويترك البعض الآخر. والوقف إذا وقف الشيء على أولاده هذا أمر جائز، هذا ليس تمليكا وإنما هو لأجل منفعته فقط، ينتفع به الموقوف عليه ولا يملكه. ولكن حتى هذا الأولى أن لا يخصص بعض أولاده فيقف عليهم إلا إذا كانوا فقراء، لأن يقول هذا وقف على الفقراء من أولادي أو على الأيم التي طلقت تحتاج إلى سكنة أو إلى نفقة، يعلق هذا بالفقر والحاجة من أولاده أو من وراثته. نعم. يقول هذا السائل: الشيخ، أعطيت شخص مبلغا من المال وقلت له إذا أتيتني بالسلعة الفلانية من الشركة المعلومة فسأشتريها منك، فهل يصح فعلي هذا؟ هذا وعد، إذا جاءك بالسلعة ورضيت بها وتشتريها منه بعدما يأتي بها وترغب فيها فلا بأس بذلك. إذا كان أخذها من الشركة بغير إذن الشركة أو غير علم الشركة من باب الخيانة فلا يجوز لك أن تشتريها منه لأنها ليست له. نعم. سؤاله الثاني يقول: قمت من الليل فقرأت الآيات من سورة آل عمران دون النظر إلى السماء. لا بأس بذلك، لأنها ذكر لله عز وجل، والنظر إلى السماء هذا أيضا من النظر إلى آيات الله عز وجل، فإذا حصل الأمران قراءة الآيات والنظر إلى السماء فهذا أتم، وهو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يحصل، إذا كنت في بيت أو تحت سقف ثم قرأت الآيات إنك تحصل على الأجر بإذن الله. نعم. سؤاله الثالث يا شيخ يقول: إذا وكل شخصا من أهل مكة أن يحج عني، فهناك ثلاث فقرات، أولا هل يصح أن يحج عني متمتعا، وهل يلزمني هدي إذا حج عني قارنا أو متمتعا؟ نعم، يجوز أن توكل واحدا من أهل مكة لأن يحج عنك قارنا أو متمتعا أو مفرد، ولكن اختلف العلماء هل المعتبر الموكل فتجب الفدية إذا كان آفاقيا أو العبرة بالوكيل فلا تجب لأنه مكي، على خلاف في ذلك، وذبح الفدية لا شك أنه أحوط وأبرى للذمة. نعم. يقول الشيخ: إذا مات الوكيل في أثناء النسك فهل يبعث يوم القيامة ملبيا؟ الذي يبعث والله أعلم ملبيا هو الموكل لأن الحج له. نعم. الدعاء بالاستفتاح لصلاة الليل هل يقال في الركعتين الخفيفتين أو بداية قيام الليل؟ يقال في كل تسليمة تستفتح بعد تكبيرة الإحرام، يأتي بالاستفتاح في كل ركعتين في كل تسليمة، التسليمة الخفيفة والمطولة. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل رمز لاسمي بعين عين سين، يقول: نسمع من بعض الناس من يقول بأن الوفاء وعد ليس بواجب، ما صحة هذا القول إذا كان صحيحا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: آية المنافق ثلاث إذا وعد أخلف الحديث. الذي عليه جمهور أهل العلم أن خلف الوعد ليس محرما، أنه يجوز له خلاف الوعد، لم يرتكب محرما، ولكن الأولى والأفضل أن يفي بوعده. وذهب طائفة من المحققين إلى أن الوفاء بالعهد واجب، فلا يجوز له ذلك للحديث الذي ذكرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من صفات المنافقين خلاف الوعد، وتشبه بالمنافقين أو عمل المنافقين محرم. نعم. هذا السائل يشاهد بعض الشباب عندهم زيادة في كثرة الوظائف أو في كثرة الأعمال، فهو يتقاضى ما يكفيه ويكفي من يعول، ولكنني أشاهدهم يحرصون على أعمال أخرى، يستكثرون من المال بحجة تأمين المستقبل ومستقبل الأولاد، وعندهم خوف من المستقبل، هل هذا الفعل صواب؟ نعم، يجوز للإنسان أن يعمل وأن يكتسب له ولأولاده وأن يدخر شيئا للمستقبل، يجوز له ذلك، لأن هذا من طلب الرزق، من طلب الرزق، ما لم يرتكب محرما أو يضيع واجبا أو يكتسب اكتسابا حراما، ما دام منضبطا بالضوابط الشرعية فيجوز له الاكثار من طلب الرزق، إلا إذا شغله عن طاعة الله عز وجل فلا يجوز. نعم. يقول هذا السائل: ورد حديث بأنه لا يدخل الجنة مسبل إزار، فما معنى هذا الحديث؟ وهل يعني بأنه لا يدخل الجنة حتى ولو كان مسلما
دائماً؟ الإسبال، إسبال الملابس، ما نزل عن الكعبين بالنسبة للرجال، الإسبال حرام، كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه ورد في الحديث أن الله لا ينظر إلى المسبل، هذا وعيد شديد على هذا الفعل. والإسبال محرم بإجماع أهل العلم، لا يجوز، لأنه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. يقول أيضاً، سمعت من بعض الناس يقولون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بشرب الماء دفعة واحدة، هل هذا صحيح؟ الرسول نهى عن ذلك، أن هذا من التشبه بالبعير، والسنة أن يشرب بثلاثة أنفاس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في شرابه. نعم. يقول، ما حكم سلام الرجل على أخت أمه من الرضاعة؟ خالة له، لا بأس، ومحرم لها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، بعض السيارات يكتبون عليها ما شاء الله أو بعض الأذكار على خلفية السيارة أو نحوها، هذا عمل غير سائغ، ربما يعتقدون بذلك دفع العين أو دفع الشر، وهذا من اتخاذ تمائم، هذا من اتخاذ التمائم، كما لو كتب كتابة من الآيات أو من الذكر وعلقها على نفسه أو على غيره من باب دفع العين أو رفع البلاء أو دفعه، هذا كله منهي عنه، وهو من تعليق التمائم. وأيضا في كتابة الآيات والأذكار الواردة على السيارات تعريض للامتهان، تعريض للامتهان هذه الأذكار أو هذه الآيات. وثالثا، أن هذا الشيء لم يعمله سلف هذه الأمة والمقتدى بهم، إنما حدث أخيرا، فهو من المظاهر التي يقصد بها إما دفع العين ودفع الشر، وهذا اعتقاد فاسد، وإما أن يراد بها من باب التفنن وتجميل السيارة وغير ذلك، كل هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل الشيخ أبو عبد الله، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هل من كلمة توجهونها للمسلمين بأهمية العناية بإحصاء أسماء الله تعالى ومعرفة صفاته؟ نعم، هذا فيه فضل عظيم، ومعنى أحصاها ليس معناه عدها حفظها فقط، وإنما معناه أنه يعمل بها ويدعو الله بها، لأن الله جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يتوسل إلى الله بها، أما مجرد عدها ومعرفة معانيها أو بدون معرفة معانيها ولا يدعو الله بها، هذا ليس هو المقصود. نعم. يقول، ورد في حديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، هل هذه الرؤيا كرؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة؟ نعم، رأى ربه في المنام حقيقة، والله جل وعلا يرى في المنام على صورته سبحانه وتعالى، وأما رؤية العين في اليقظة فهذه لم تحصل لأحد في الدنيا، لا لموسى عليه السلام ولا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وإنما تحصل للمؤمنين يوم القيامة إذا دخلوا الجنة، فإنهم يكرمهم الله عز وجل ويتجلى لهم فيرونه عيانا بأبصارهم. نعم. يقول، يا شيخ، ذهبت إلى صاحب غنم لشراء أضحية فوجدت عنده واحدة طيبة لكنها مكسورة القرن، وأخرى أقل منها لكنها سليمة القرن، فأيهما أختار؟ إذا كان الكسر وذهاب بعض القرن لم يبلغ النصف، إنما هو أقل من النصف، فلا بأس ولا يؤثر هذا، أما إذا كان بلغ النصف أو أكثر فإنها لا تجزي. نعم. هذا السائل من أبو صالح من النيزة يقول، بعض الناس يا شيخ يضع الكتب المدرسية المفيدة بعد الاستغناء عنها في المسجد من أجل الاستفادة منها، ماذا يقول أعمل بها وأنا إمام للمسجد؟ تحفظها في مكان يستفاد منها، ولو تحفظها عندك في بيتك، لأنك ربما تراجعها في المستقبل فيها معلومات، فتجعلها في مكتبتك، كان هذا خيرا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول، أخرج زكاة الفطر هذا العام ولله الحمد، لكنني جعلت نصف صاع رز والنصف الآخر بر، فهل يصح عملي هذا؟ ما دام أنه كله طعام فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول، فضيلة الشيخ، بالنسبة لخطبة الجمعة، ما حكم الإطالة في خطبة الجمعة مأجورين، وما هو الهدي النبوي في ذلك؟ إطالة الخطبة هذا خلاف السنة، النبي صلى الله عليه وسلم حث على إقصار الخطبة، قال صلى الله عليه وسلم إن قصر
قصر خطبة الرجل وطول صلاته معينة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. بعض الأئمة هداهم الله الآن يخالفون السنة فيطيلون الخطبة وقد لا يكون فيها فائدة مع طول، إنما تكون كلاما مكررا أو لا فائدة فيه، والصلاة في دقيقة أو أقل، وهذا خلاف السنة، ربما يخل بالصلاة أيضا. عليهم أن يتقوا الله عز وجل ويعملوا بالهدي النبوي، ولكن الخطبة القصيرة إذا اعتني بها وركزت تكون أحسن من 100 خطبة، وهي هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت خطبته كلمات معدودات مباركات كما قال الصحابة رضي الله عنهم، ما كان يطيل الخطبة. نعم. هذا السائل فضيلة الشيخ أبو محمد يقول: مات والدي ولم يترك شيئا من حطام الدنيا وأريد أن أبره، فما الذي يصله بعد مماته؟ الحمد لله يصله ما تقدمه بنيته، مثل الصدقة عنه، مثل الأضحية له، مثل الدعاء له، مثل الوقف الذي تقفه له اجعل ثوابه له وغلته ثوابها له، الحج والعمرة عنه كذلك، كل هذا يصل إليه إذا تقبله الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول الشيخ: ما الحكمة من الوضوء من لحوم الإبل بخلاف الضأن والماعز والبقر مع أنها من فصيلة واحدة؟ الله أعلم. المهم أن لحوم الإبل تنقض الوضوء، أن لحوم الغنم لا تنقض الوضوء كما صح في الحديث، وأما الحكمة لا نعلمها، الله أعلم بذلك. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.